أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد الانتهاء من الترتيبات النهائية الداخلية لموسم الحج، ولم يتبقى سوى الإجراءات الخارجية المتعلقة بالسلطات السعودية، ومنها ما تم مخاطبتها لإيجاد الحلول المناسبة لها. ودعت الوزارة السلطات السعودية إلى سرعة توجيه المعنيين بتسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين حسب الاتفاقية الموقعة واستشعار نفسية الحجاج، خصوصا وأن غالبيتهم تم تسجيلهم العام الماضي، وقد هيأوا أنفسهم ماديا ومعنويا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بعيدا عن كل المعايير السياسية والمذهبية والمناطقية. وأكدت الوزارة موافقتها السابقة على جميع المقترحات المقدمة من الجهات المعنية في سبيل سير الإجراءات بدون عراقيل، لكنه لا يوجد أي رد واضح من السلطات السعودية لوضع حلول مناسبة حتى الآن. إلى العناوين.